في هذا الصباح الجميل من صباحات دولة الكويت وبداية شهر فبراير. يسعدنا بأن يكون معنا الحين سعادة السفير محمد المجرن الرومي. صبحك الله بالخير وحياك الله. صبحك الله بالنور أخي عبد الله، صبحك الله بالخير أختي غادة. يا هلا ومرحبا، مشكورين على الاستضافة، أنا سعيد أن أكون معكم واليوم نحتفل بهذا الاحتفال الكبير إن شاء الله. يعني عطاء في السلك الدبلوماسي امتد لسنوات طويلة وطويلة، وعطاء للوطن حضرتك في أكثر من دولة. اليوم نبي نتكلم عن هذا العطاء، نبي نتكلم كقدوة حضرتك. يعني اشتغلت سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي، مثلت دولة الكويت في الخارج، مثلت سياسة دولة الكويت. الخارجية بالنسبة لنا هي القوة الناعمة الجميلة، الوجه الحضاري لدولة الكويت. فاليوم احنا سعداء جدا بهذا اليوم المبارك ان حضرتك تكون ويانا. مشكور على التقديم، ما قصرت. قبل ابتدي عن المسيرة الدبلوماسية ودي اوجه كلمة تفضل للشعب الكويتي والقيادة السياسية بهذه المناسبة، بدء احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير. تحية تقدير وإكبار واحترام إلى شهداء الكويت الذين بذلوا دماءهم في سبيل الوطن حتى تحرر، والتحية أيضا لكل من قاوم المحتل ودحره، وكذلك المرابطين في داخل الكويت اللي كان لهم دور كبير في تحرير الكويت، والشكر أيضا لمن ساند الكويت في التخلص من الغزو العراقي، سواء الدول الشقيقة أو الدول الأخرى الصديقة. هذه الذكرى الحقيقة ذكرى عزيزة علينا دائما. منذ الاستقلال الكويت 1961 ونحن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة، وهي نفس السنة اللي بدأت فيها وزارة الخارجية تظهر إلى الوجود. نعم. كانت في السابق سياسة الخارجية الكويتية على حسب معاهدة 1899 بين شيخ الكويت الشيخ مبارك الصباح وبريطانيا، تعطي بريطانيا حق النظر والسياسة الخارجية تكون من 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 اختصاصاتها، إلى جانب المسألة الدفاعية عن الكويت. وما عدا ذلك فهو شيخ الكويت هو المسؤول عن كل ما. بعد انتهاء المعاهدة سنة 1961 وتبادل مذكرات تفاهم بين الكويت وبريطانيا، أصبحت الكويت دولة مستقلة وذات سيادة في جميع المجالات بما فيها سياستها الخارجية. في هذه السنة 1961 كانت قبل إنشاء الوزارات لم تكن هناك إدارة أو وزارة متعلقة بوزارة الخارجية. كانت الشؤون الخارجية تتبع قصر السيف برعاية الشيخ عبد الله السالم صباح طيب الله تراه، فهو المسؤول عن السياسة الخارجية. فكانت الحاجة ضرورية لإنشاء إدارة متخصصة في الشؤون السياسية. نعم. والعلاقات الدبلوماسية. نعم. فتم إنشاء دائرة الخارجية قبل إنشاء الوزارات، وكان يترأسها المقبور له الشيخ صباح السالم صباح طيب الله ثراه كأول وزير للخارجية، وكان مسؤول عن الأمن وأصبح عن الخارجية. نعم. فالمرحوم الشيخ عبد الله السالم صباح استدعى عدد من أبناء الكويت المخلصين ليكونوا نواة لإنشاء هذه الدائرة. فكان من ضمن استدعاهم الشيخ عبد الله السالم كان الدكتور أحمد الخطيب ويعقوب الحميضي وجاسم القطامي وعبد الله أحمد حسين الرومي رحمهم الله جميعا، فكانوا من خيرة شباب الكويت في ذلك الوقت.
الدكتور أحمد اعتذر بعد فترة، قال أنه يتفرغ حق عيادته الطبية. وأيضا بعد فترة يعقوب الحميضي اعتذر لأنه يتفرغ لأعماله الخاصة. فبقي شخصين، جاسم القطامي وعبد الله حسين الرومي، وكانوا البداية اللي انشأت فيها دائرة الخارجية. وطبعا كان واستعانوا بكثير من الكويتيين ذوي الثقافة، ذاك الوقت الخريجين قليلين. نعم. فكانوا أصحاب اللي كان عندهم ثقافة، عندهم لغة، واشتغلوا بالخارج في الهند وباكستان وغيرها، في كراتشي وبومبي، واللي عندهم المام باللغة الإنجليزية. فتكونت نواة وزارة الخارجية في ذاك الوقت، إدارة دائرة الخارجية عفوا، إلى أن أقر الدستور في 72 60 62 عفوا. فتشكلت الوزارة 1963 أول وزارة في الكويت، وأعلن عن قيام وزارة الخارجية. نعم، من دائرة الخارجية إلى وزارة الخارجية، وهذا السرد يعني التاريخ اللي حضرتك تفضلت فيه في نشأة هذه الوزارة. راح نتكلم احنا أكيد خلال يعني هذا اللقاء عن تفاصيل أكثر عنها، لكن كونك أستاذ محمد يعني دبلوماسي وتنقلت بين دولة والثانية، مثل هذا الشهر يعني شهر فبراير أكيد شهدته في دول يعني مختلفة، مراسم رفع العلم، استعدادات وزارة الخارجية بسفاراتها المختلفة في الخارج، شلون كانت تصير؟ والله بعد الاستقلال طبعا الكويت توسعت في انشاء السفارات. نعم. كانت قليله في البدايه، بعدين توسعت، فكانت السفارات والقنصليات ايضا والمندوبيات، احنا عندنا مندوبيات الامم المتحده وفي جنيف وفي هيئه الطاقه الذريه، وايضا الى جانب جامعه الدول العربيه. رؤساء البعثات سواء سفراء أو قناصل في هذه المناسبة السعيدة يقيمون احتفال سنوي في هذه المناسبة في شهر فبراير، 25 فبراير، فيقام حفل رسمي يحضر كبار المسؤولين في الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة أو الدبلوماسية أو القنصلية، ويدعى لها كبار الشخصيات الرسميين والإعلاميين ورجال الأعمال وأصدقاء الكويت. فيكون هناك أما في منزل رئيس البعثة إذا كان يسمح بإقامة حفل، أو في فندق من الفنادق الكبيرة يتم استقبالهم. طبعا يكون رئيس البعثة السفير القنصل ومعه بقية أعضاء البعثة يستقبلون السفراء والرسميين، وعادة يكون ممثل الدولة يكون أحد الوزراء يمثل دولته كما نفعل نحن في الكويت المقابل لما أي دولة تقيم حفل. فعلم الكويت يكون في بداية المدخل مع طاقم السفارة، يرحبون فيهم ويقومون في الترحيب فيهم، وهناك أيضا بوفيه، وأحيانا يصير في فرق شعبية فنية كويتية. أذكر منها لما كنت أنا في باكستان جاءت فرقة التلفزيون حضرت هناك في باكستان. نعم. ولما كنت في السويد أيضا فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية، فأقمنا حفل الاستقبال بدل لا يكون في فندق، أقمناه في قاعة كبيرة هي القاعة اللي يحتفل فيها بتوزيع جائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل العامة. نعم. بغير السلام في النرويج. فكانت يعني شيء جديد أن نقدم الموسيقى والفنانين الكويتيين في هذا الحفل. واحدة من الاحتفالات اللي حضرتك يمكن ما تنساها، يعني تنقلت بين أكثر من دول، وين كان في احتفال للحين راسخ في ذاكرة الأستاذ محمد من هالدول؟ والله كلهم يعني ما فرق بينهم، يعني الفرق بس الدولة والجو والناس اللي فيها. أبرد جو وين كان؟ والله ما أقول لك أكثر شيء، يعني
على حسب العلاقة، يعني علاقتنا كل مع كل هالدول جيدة. العلاقة حارة، أنا قصدي برودة جو الدولة. برودة الجو أكيد. دول اسكندنافية، السويد. السويد إيه. السويد كانت نحتفل بالثلج فبراير، تعرف الثلج مرتفع. صحيح. فكانت السويد هي المميزة يمكن من ناحية الجو البارد، بس حرارة الاستقبال موجودة في كل العلاقات في كل الدول أو كل الحفلات اللي عملناها في الدول. يعني سعادة السفير، أنا قاعدة أتصفح الكتاب اللي حضرتك أهديتنا إياه، مشكورا. ويعني هو بالضبط قاعد يرافق بداية نشأة وزارة الخارجية بالشكل المدني المتطور من سنة 61 لغاية كتابة هذا الإصدار سنة 2021. اللي توقفت عنده هو بداية دخول المرأة للسلك الدبلوماسي. كلمني عن هذه المرحلة اللي دخلت فيها السيدات. بالفعل كانت المرأة الكويتية أيام الدوائر يسمح لها بالعمل في إدارتين. حلو. دائرة المعارف ودائرة الشؤون. بالنسبة لطبيعة المرأة ذاك الوقت كان يعني المرأة لها هالمجالين. فلما أنشئت الوزارات تقدم عدد من الأخوات للعمل بوزارة الخارجية، وكانوا يعني يحججون يعني شمعنا إحنا ما نصير بالخارجية دبلوماسيات والعمل في هذا. فتم قبولهم، عددهم يمكن حوالي 20 سيدة كويتية للعمل في هذا المجال. وكان هذه وزارة الخارجية مثل ما تقولين هي الوزارة اللي اقتحمتها المرأة.